هي أهم النقط هو تقريبا أنا ألمس أغلب النقط الأساسية في الملف. أنا حاولت تجاوز، أنا كنت مهيئة مرافعة أخرى وهي مرافعات وعاود غيرتها لأن صعيب ترافعي بعد زملاء، صعيب باش نبقى آخر يعني تقريبا مرافعة، لأن كنت أنا غادي نبقى الآخر ساعة. الأستاذ طارق تأخر شوية دونك درت المرافعة ديالي، ولكن أنا بقيت في صميم الملف، بقيت في صميم الملف. يمكن كم أحيانا أزيغ نسبيا لارتباط تلك الأحداث أو الوقائع بالملف، واعتبرنا بأن هذا الملف منذ الانطلاقة ديالو هو ملف جنائي بامتياز، ما فيه شي حاجة كتعلق بالصحفي، ما فيه شي حاجة كتعلق بقلم الصحفي أو جرأته. قلنا بأن في يعني المحاكمات السياسية الكبرى في سنوات الرصاص وفي عز النظام وجبرته لم يسبق أن تهم سياسي بجريمة من هذا النوع، عمرها ما كانت تتوظف هذه الجريمة. اللي كان بالفعل اللي كتكون عنده قواعد جماهيريه وكيمكن غطات احتجاجات وكيمكن، طرحت بان المتهم كيحاول يجعل بان هذا الملف سياسي هو ماشي سياسي، لان ما عمرنا سمعنا شي مقال خرج مظاهره احتجاجيه، عمرنا سمعنا شي مقال اطاح بمنصب وزير، عمرنا سمعنا المقال دار انتخابات سابقه لاوانها. اذا المقال هو جريء ذكي بالغ لا ينكر له احد، ولكن ما يعتقدش شي حد بان راه مقالاته كتهدد شي جهه معينه، خصوصا ما قدر يحدد لنا حتى شي جهه، عدد الجهات، عدد مره اخنوش، مره الياس، مره بوسعيد، مره سياده البلد، كل مره. اكثر من هذا الشيء ركزنا ان قلنا بان المنهج اللي نهجو المتهم اثناء هذه المحاكمة منذ المنطلق هي محاولة هدم كل ركائز هذا الملف ودعائمه وحجاجه، ولكن بدون وسيلة إثبات مضادة، ما عندوش وسيلة إثبات مضادة. وكان إلا كانت عنده وبصح داك الشيء اللي كيقول، اعتبرنا بأن إلى المقر ديالو في الشركة هذوك المصائد كلهم مجهزين بالكاميرات، علاش ما طلبش الاطلاع على دوك الكاميرات؟ أمام مقر الجريدة كاين اوتيل وكاين بنكة كاين فيهم الكاميرات، ما كاينينش. بينا التناقضات في اقواله على الدعامات الالكترونيه ما بين المحضر الاول ديال التفتيش والحجز وما بين المحاضر ديال 25 جوج اللي كانت في الصباح واللي كانت في المساء، محضرين بخصوص الدعامات. ما عمره ما نكر في البدء ان الديسك ديور ماشي ديالو، الكاميرا ماشي ديالو. في الاول قال كل شيء ديالي، ولكن ملي شافهم كيحجزوا تراجع وبدا كيقول لا. قال لهم سولوا على الديفير، قال لهم هذاك روسيفور، هذاك روسيفور، وان هذا الشيء ديالي. ما كانش يعتقد بان حضورهم تما من اجل جريمه كاينه، جريمه الكترونيه كاينه تما كاينه. وبالتالي ما تفاجئ بان الامر يتعلق بحجز تلك الدعامات، بدا تغيير في التصريحات، وبينا فين كان التناقض، وبينا فين بغى يستعمل ذكاؤه، هو ذكي جدا، ذكاؤه الإعطاء عاوتاني واحد التبرير على الديسك دور وعلى كذا وعلى كذا. وبينا جبنا واحد الأدوات بسيطة في الزاج كيقول لك المكتب الشفاف، ورينا المحكمة هذا المكتب الشفاف مناش مكون، لأن من يسمع ماشي بحال اللي كيشوف. وشخصنا المحكمة المقر الجريدة، وشخصنا كيفاش واش يمكن هذاك المقر بديك المساحة 7 دقائق 8 دقائق باش تدورو بدون ما توقف وتهضر مع شي حد، باش أن الضابطة القضائية غادي دير له واحد تجيب شي حاجه. مره تقول لك ان جابوا معاهم، مره تقول لك كانوا مراقبيني من ما نعرف من ايمتاش، مره تقول لك مفبركه الى اخره. بينا كذلك هادشي كيتعلق بالكاميرات، بينا هادشي اللي كيتعلق بالفرقه الوطنيه. واحد المحضر ملي كتحسبي داكشي اللي بقى كيقول كنوصلوا شي 80 من رجال الامن في اطار واحد البنايه فيها 20 طابق فيها 60 شركه ومكتب، كيولج ليها يمكن المئات من الناس. تيقول لك 40 واحد بزي مدني، كيف عرفتيهم بزي مدني هذوك رجال الامن؟ ما يمكنش. دونك هذا الهدم اللي دار هو درنا له حنا اعاده هدم وبناء الملف من جديد، بناء ولكن بوسائل اثبات. كان كيتقال لك
هادو علاش ما مشاوش قلبوا على خدمه؟ جبنا ما يفيد، كلهم كانوا كيقلبوا على خدمه، جبنا محادثات كانت بينهم وبينه، فيها الضغط، فيها الاجبار، فيها التشكي، جبنا محادثات بانهم كانوا تيطلبوا المغادره يمشيوا بحالهم. بينا في اطار ذوك الفيديوهات اللي شفنا وسمعنا، كتذكر اسماء ديال المستخدمين اثناء ديك الممارسه المشينه في داخل الشركه، اسماء ديال بعض المصرحات، اسماء هو. هاد الامور كلها احطنا بها في جميع الحالات. انا بقيت مرتبطه بالملف، مرتبطه بالجرائم اللي كاينه اركانها الماديه والمعنويه، واعتبرنا بان المتهم القصد الجنائي العام عنده، لانه هو يعني مستوعب جيد جريمه الانتشار في البشر. وذكرها في واحد المقال ديالو في 2017 بمناسبه 8 مارس. وهذاك المقال داكشي التحليل النفسي اللي دار للناس اللي كيمارسوا هاد الافعال الشاذه واعتبرهم ماشيين الى اخره، وذكر على كذلك الضرر الذي لا يمكن ان يجبر مع الزمن بالنسبه للضحايا. يعني كان ما قيل في المقال هو ملفه منطبق، القصد الخاص في هذه الجرائم تكون فروض، لان الا كاين شي استدراج او استعمال ذاك الفعل في جريمه الانتشار راه العمد متوفر، العمد والقصد الجنائي كاين. علاش غادي نستدرجك؟ علاش غنستعمل عليك الحيله والخداع وكذا الا من اجل الاستغلال الجنسي؟ وهذا الشيء اللي كان، وبينا كيفاش ان جميع المصرحات حتى اللي جاتوا مسكتات، حتى اللي تم تهريبها، حتى اللي هذا، كلهم ما كيعرفوش بعضياتهم جميعهم مع الضحايا، مع ما كيتعرفوش، لا رابطه بينهم، ولكن كلهم اللي كيربطهم هو اسم المتهم، هو مسرح الجريمه، هي زمن الجريمه دائما نفسه كيتوافقوا عليه، هو الخداع والاحتيال اللي كيستعمل في الاستدراج، هو الشخصيه اللي كتغير كتبدل ما بين الشخص الوديع منين يلاه كيستدرج، وما بين الشخص الذي يتغير حينما يريد ان يمارس فعله المشين. هذه الشخصيه كذلك جبنا حالات ديال التحليل النفسي اشنو كيقول فيها، وعطينا ثلاثه ديال الحالات، وبينا كذلك بالنسبه للضحايا في اطار علم الشيماء سيكولوجيه الانسان المقهور، ملي كيكون مقهور غادي عنده اراده، وجبنا فين كاين هذا القهر، شنو اللي خلى هذه تجي تقلب على الخدمه بالدليل والاثبات، اشنو اللي خلى هذه ترضى على المدله وترضى على هذا وكانت تتقلب على خدمه بالدليل والاثبات جميعه. اذا احطنا بالملف برمته، قدمنا مطالبنا المدنيه، ونظرا لخطوره هذه الجريمه على المجتمع وهذا، اعتبرنا بان بما ان المشرع اعتبر ان هذه الجريمه خطيره جدا، ماشي دار فيها الاختيار ما بين العقوبه، ان يمكن للقاضي ينفذ العقوبه وينفذ الغرامه او الغرامه، لا، الجمع بينهما، وصل بالغرامه الى مبلغ 6 مليون درهم، هذه الغرامه. اذا كيف سيكون مبلغ التعويض عن الضرر؟ كيفاش غيمكننا نحددوه؟ هو المتهم في مقاله المشهور كيقول لك لا شيء سيجبر ضررهم النفسي على طول الزمن. تقدمنا مطالبنا المدنيه، مرافعه، مذكره تاكيديه لهذه المرافعه، لان حنايا مجموعه زملاء كل واحد خذا واحد الجانب من هذا، كان خصنا نديروا واحد المذكره كناكدوا بها ما حنا مرافعتنا ومطالبنا تقدمنا بهم شفويا. واللي كان جديد في الملف هو ان السيد زوج السيده اسماء الحلاوي تنصب اليوم مطالبا بالحق المدني، وتقدمنا كذلك بمذكرات المطالب المدنيه لفائدته، وهذا هو اللي كان يعني جديد في هذا الملف بعد هذه المعاناه ديال هذه المده كامله، انه اقتنع بانه خاصو حتى هو يتقدم لانه متضرر مباشر من هذا الفعل، متضرر بحكم ان الجريمه تمس عرضه، متضرر لان المتهم صديقه وكذلك مشغله، وكاين الغدر الواقعي اللي حس به ان واحد عشي معاه يعني قبل الالتحاق بهذه الجريده، راه كانوا اصدقاء منذ زمان، وعاد من 2011 هو كيشتغل مع هذا السيد، ومكتبه مجاور لمكتب المتهم الذي هو مسرح الجريمه كانت تمارس فيه ابشع الجرائم على الزوجه ديالو.
هذا الشيء اللي كان اليوم طبيعة الحال لأن المرافعة أخذت وقت اليوم. بقى الزميل طارق أستاذ طارق أجلت المرافعة ديالو اليوم الجمعة للساعة الثالثة ومرافعة النيابة العامة على أساس أن دفاع المتهمين غادي إن شاء الله غادي يبدأوا المرافعة ديالهم يوم الاثنين.